بارك الله بارك الله يا أمك علي. امشي لعند امشي اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوم تيفي في هذا البث المباشر مباشر من مدينه الرشيديه. تبارك الله وما شاء الله، حولي سردي مليح، طال فيه مولاه 8000 درهم، يعني تعطات له 6000 درهم متابعي قناه شوم تيفي. ما شاء الله، يعني حولي اللي غادي يستاهل في الحقيقه سردي مليح. انت وياه نيت، انت وياه مشدود. اللي داب والله لا تلقى اللي داب. تبارك الله عليك. واش كتوكلوا؟ تبارك الله. باش نعرف قال لك كاين نيكسي كاليم وداك القماح ولا ما نعرف. قول اولي اش كتوكل اخر؟ الشعير والبول. الشعير والبول؟ الشعير البول هذه هي اللي كيري، هي الماكلة الزينة. الشعير البول والتمر. ها هي تبارك الله عليك، ضروري من التمر. هي الأولى معروفة هذا بالعودة. تبارك الله، كيف ما كتشوفوا متابعي قناة الشعب، حولي سردي مليح، يعني اللي طار فيه مولات 8000 درهم، تعطات 6000 درهم، ولكن يستاهل متابعي قناة شوف تيفي. راس السوق يعني في مدينة الرشيدية، حاليا مدينة الرشيدية هذا هو راس السوق، اللهم بارك. الإنسان اللي عنده ضروري أنه غادي ياخذ المليح، واللي ما عندوش راه غادي ياخذ قياسه باش ما عطى الله. معيدين هاد الناس العام، كلشي معيد. كلشي، ما كاينش إن شاء الله اللي ما غاديش يعيد، كلشي غادي يعيد، كل واحد باش ما قسم الله غادي يعيد. الثمن المناسب هذا هو اللي كاين. زيادة راه كتزير وكترخ، هذا هو اللي كاين. كيف ما سمعتوا متابعي قناه شوف تيفي، ايضا الكساب اللي كيقول لك كل شيء غادي يعيد ان شاء الله هذا العام، ولو ان الاثمنه مرتفعه في السوق، الا والحمد لله كاين اثمنه اللي هي مناسبه عند بعض الكسابه اللي كيشوفوا بينهم وبين الله وكيجيبوا حاجه اللي هي مليحه. كاين كسابه معروفين بمدينه الرشيديه اللي ما كاينش بعض المواطنين، ما غاديش يتقداو عند شي واحد من غير بعض الكسابه، لانهم كيعرفوهم انهم كيشوفوا بينهم وبين الله وكيشوفوا بينهم وبين الكسيبه ديالهم، كيعرفوا شنو كيوكلوهم. لا ضر لا ضرار لا خشونه لا حتى حاجه، يعني ماكله طريه ومزيانه، هذا هو اللي كنلاحظ عند بعض الكسابه وايضا عند بعض ساكنات المدينه. تبارك الله، يستاهل في الحقيقه، يستاهل، لاننا كنشوفوا السوق هكا، كنشوفوا هذا السردي تبارك الله يستاهل 8000 درهم، ولو كيف ما قلنا يعني في ظل هذه الزيادات وفي ظل هذا الغلاء، يعني راه كنشوفوا 5000 4000 كتكون في الاول، يعني كانت في الاول تبارك الله مليحه، ودابا حاليا في ظل هذه الزيادات الا والثمن مناسب، لانك كتشوف يعني واحد صغير صغير وفي الاخير كيطلب مولاه 3000 درهم 2500 درهم، فما بالك متابعي قناه شوف تيفي بهذا. تبارك الله، راه السوق في مدينه الرشيديه سردي مليح، واللي طالب فيه مولاه كيف ما قلنا متابعي قناه الشعب 8000 درهم، تعطات 6000 درهم. ارتاح. كيف ما قلنا متابعي قناة الشعب، هذا هو راس السوق، يستاهل متابعي قناة شوف تيفي، لأنه في الحقيقة تبارك الله كيف ما قلنا بأن مجموعة من الكسابة في مدينة الرشيدية يعني اللي كيبيعوا في الكوري أغلبهم متابعي قناة الشعب، لأنهم كيف ما قلنا عندهم واحد الكليان خاص ديالهم وصافي، يعني كيوصيوهم اكيد ان الكوري يعني كيسال عليهم مجموعه من الاشياء وكيخليو تقريبا حتى لصباح العيد، وكيعرفوا ايضا الثقه اللي كتكون ما بين المواطن والكساب، واللي الثمن اللي كيكون يعني في السوق راه ضروري انه كياخذ به، لكن كيعرف راسو بانه غادي ياخذ حاجه مليحه وما غاديش تحشلو. بعض الكسابه والشناقه الله يهديهم ويهدي ما خلق، هذا هو اللي غادي نقولو.
كتلقى واحد مثلا كيجي يضرب على ثمن باش انه غير يخرج من عند داك الكساب باش يعاود يبيعو بثمن اخر، يشري الضرب مع الكساب باش ياخذو بواحد 30000 ريال 40000 ريال، وفي الاخير يضرب الدوره ويبيعو ب 50000 ريال 46. الله يجعل الغفله ما بين البيع والشري، ولكن في ظل هذه الازمه هذه حشومه على ان بعض الشناقه يضيعوا المواطنين ويضحكوا على المواطنين باثمنه اللي هي جد خياليه. واللي بغى يقصد كيف ما كنقولوا متابعي قناه الشعب، يقصد الديون الكبار ويقصد الكسابه الكبار، لانهم كيشوفوا ما بينهم وبين الله وكيعرفوا اشنو هو كلي الكسيبه ديالهم، وكيطلبوا ايضا حتى ثمن اللي هو معقول. هذا هو اللي غادي نقولوا حاليا في مدينه الرشيديه. الحمد لله ان مجموعه من الكسابه يعني الحمد لله كنعرفوهم وكيعرفونا، وكذلك عندهم اثمنه رائعه وايضا اثمنه ديال السوق، ديال السوق يعني لا زياده لا اقل ولا اكثر. والانسان يعني ما يرد البال يعني كيف ما قلنا من الشناقه ما كيعرفوش الناق ما كيعرفو كساب. وحاليا هذا هو راه السوق اللي طلب فيه مولاه 8000 درهم وطاطاطو 6000 درهم. اللهم بارك اللي في جهده يحاول ما امكن انه يدير، اللي في جهده يدير. هذا هو اللي غادي نقولوا للواحد اللي عنده راه عيب وعار انه يعيد بحاجه اللي هي قليله اللي عنده، واللي ما عندوش راه ضروري كيعيد بقياسه. الانسان يمشي على قدو، لبس قدك يواتيك. الانسان الا لبس قدو الحمد لله يواتيه، ولا لبستي اكثر من جهدك ولا هادي راه واخا تعيد باش ما عييتي وتلبس اللي لبستي ودير اللي درتي، الا هو كتبقى ماشي ما تتبقى ماشي قدك. عندك رجع عندك رجع وانت قرب عليا. لا ثقه لا ثقه في عتيقه. ايوا واش ما كتضربش هاد هادي تتبان لي غير النوط غادي تزدحني ياك هادي كتضرب ترى عليه نيس غير كيخزر بك حيت راك تصور. لا 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 بصح لا كيف جد انا قرب الكاميرا حتى لحد عينيه راه داير لك عندك المديه غير بعدا ما تخافش يا صاحبي قلت لك لاقاتك على زيد قرب زيد قرب يا واد قرب له اش راك تقرب له انت لا راه ما يقربش لا لا وزيد قرب له نتكلوا بعدا حتى الى ورا هذا كاين شاف فيك وين؟ الله يلا قالك شاف فيك قدام الناس. وما الكرونو ديري بحال هكا؟ هذا داير بحال ديال اسبانيا. لا لا ما كاينش فيهم. داك الشيء اللي كاين خلقت الله الحمد لله. الحمد لله على كل حال. ديال اسبانيا ما جاوش ياك؟ لا ما ياخذوهمش. ما ياخذوهمش ديال الرشيديه ما ياخذوهمش. عز عليهم تاع الرشيديه تاع الدمام. هذا الشيء اللي كاين. ولاي بخير لاباس عليك. يا تاع الجديه سمعت. انا كيف ما سمعتوا متابعي قناه شوف تيفي واللي كيقول لك ايضا حتى الخرفان ديال اسبانيا يعني ما كاينش في مدينه الرشيديه. وما غاديش يكون عليهم اقبال في مدينه الرشيديه، لان في الحقيقه متابعي قناه شوف تيفي ساكنه المنطقه كعزيز عليها انها عزيز عليها سرديه الدمان يعني سلاله المنطقه يعني ما شفناش خرفان ديال اسبانيا في مدينه الرشيديه. الشكر الجزيل كيف ما كنقولوا متابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر. نتمنوا الخير ان شاء الله، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. كيف ما قلنا راه الحمد لله حتى واحد ما غادي يخليه الله، واكيد ان كل شيء غادي يعيد باش ما قسم الله وباش ما عطى الله. وتحيه كبيره اللي كنحيي منها بعض الكسابه كيف ما كنقولوا بعض الكسابه اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تيفي كيشوفوا ما بينهم وبين الله وكيتعاونوا مع الدرويش، وايضا كيحطوا كسيبه اللي هي رائعه وكيتعاونوا مع المواطن لانه كيشوف راسو ايضا حتى هو مواطن وغادي يعيد بحاله بحال الناس وعارف الدنيا كيف دايره، وايضا الغلاء اللي كاين. نتمنوا ايضا متابعي قناه شوف تيفي الخير للجميع، وان شاء الله متابعي قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر. اجي باش ما يغيضكش الحال حسن انت اجي هانت هادي راه واقيلا غير النوض غادي تبعني اجبال على اجبال على